نعيمة نعيمة نعيمة، صباح الخير يا سيد الناس. أمرني. خلي لي مية عايز استحم دلوقتي. حاضر، قبل ما تشرب قهوتك كده وتفوق. حاضر، هسخن لك المية. يا خسارتك يا سيد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل بيصلي وبقه كله ريحته خمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حرما يا معلم، طبعا لازم تحل اللعنة علينا وعلى الحارة، وكل يوم والتاني يفجروها. والله خليه عنده حق. حق ايه يا جدع انت وهو؟ استغفر الله العظيم، هو انتوا هتبقوا بدل اللي خلقنا وتحاسبوا الناس؟ جرى ايه يا مفتي؟ جرى ايه يا مفتي يا اخويا؟ بتفتي في ايه؟ بتفتي في اللي مالكش فيه ليه؟ علي النعمة من نعمة ربي، لو طولت لسانك يا خليل يا ترساجي لأكون كسر رجلك. انت تكسر رجلي يا زفر انت؟ وبعدين معاكم انتوا الاتنين عيب.
عيب اللي بيحصل ده، ايه ناقصكوا؟ عامل لي فيها المراغي يا عم حسيني. وكمان عرفت المراغي؟ يرضيك يا حسيني؟ الراجل البلطجي يدخل الجامع بيت ربنا وهو سكران. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل حي يخليه في حاله، ويوم القيامة ربنا هيحاسب الجميع. والله كويس إنك عرفت إن في قيامة وفي حساب. وبعد هيك يا خليل، أنت خلاص بقيت خانقنا يا أخي، شوكك حلقنا، خور على محلك خور. واللي يقول الحق تزعلوا منه؟ يلا. ايه راكلت الوف؟ ايه راكلت النقاس باشا؟ تعال يا ابني تعال. شكرا. تعال يا روح. تعال اقول في ايه؟ إقالة النحاس ووزارة الوفد. تسلم النحاس باشا في منزله كتاب إقالة موقعا عليه من سمو ملك البلاد. نظرا لما أصيبت به العاصمة أمس من اضطرابات ما جمعناها خسائر في الأرواح والأموال، وصارت الأمور سيرا يدل على أن جهد الوزارة التي ترأسونها قد قصر في حفظ الأمن والنظام الملكي، رأينا إعفائكم من منصبكم. هل يعملوها ويخيلوا؟ الشيوعية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب. واحدة واحدة يا أخوك، انت طالع مطلع شو 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 وشين شين، ايه يا عم خوتر دماغي يا نطاط بيه؟ هي الشيوعية كده؟ كم؟ الديمقراطية هي نظام سياسي يسعى لمشاركة الجميع في الحكم، أقرب لنظام الشورى في الإسلام. بس دي فهمتها، الديمقراطية هي التكويش على الحكم، خلاص فهمتها. التنظيمات والأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة المصرية، اولا حزب الوفد. ايوه عارفه، بتاع سعاده باشا زغلول. والاحرار الدستوريه. شرحه. ثم مجموعه من الاحزاب الهامشيه. ايه الاحزاب المشمشيه دي؟ ايه ده الهامشيه؟ يعني ايه الهامشيه؟ اللي هي ملهاش لازمه يعني. بتقول يا عم ملهمش لازمه، لازم توجيه دماغي. في بقى جماعات سياسيه لكن غير شرعيه، الاخوان المسلمين حدته ذات التوجه الشيوعي. كفره يعني ولا عايزه بالله؟ مش مهم يا مش مهم. ايه يا اسطى؟ وفي أهم من الكفر. أنا أقصد عشان أما تناظر حد منهم في البرلمان تقدر تقول خلاص يا سيدي أفندي، وأنا قاعد بتفرج على رواية يوسف بيه. يلا يا عم يلا اتكل على الله. فهمت منه حاجة ده؟ لا يا بيبي. طب يلا يلا أخوي، أسبوع وتبقى الحاجة عندي. حاضر. اتكل على الله يا أخوي. حاضر. يا بروفيسير أوفارموس يا نطاط. ايوه دي جاي. اوروف اوروف اوروفوار. اوروفوار مش اورف. اوروفوار اوروفوار. ما هي 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 مسياو. مسيو مسيو مش مسياو. مسيو انت محبك حبتين يا مسياو. اسمي مسيو. مسيو مش اسمي. بقول لك يا خواجه، انا بقيت عاوج بقى من الفيس فيس 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 مش عارف انطقها. انا كده محتاج حكيم سنان مش خوجه فرنساوي. هي الفرنسيه كده ده امبوسيب. امبوسيب عليك وعلى امك. خد يا في ايه في ايه انت مش واخد لارجنت؟ اخد بس ممكن ارجعه. لا يا روح امك، انا هتعلم بيهم. طب حاضر حاضر اوكي حاضر. انت زعلت؟ لا لا. طب سداوي Yeah.